بس كم يوم يا مختار. ابو عناد نحن مقصرين معكم شيء؟ لا بالعكس، يشهد الله انكم مفضلين. فضلنا على حالنا، هي بلدنا ونحن عم نعمل الواجب، وانا عم حاول كل جهدي اني جنب الحارة اي سؤال واي شك. بعرف والله بعرف، وانت قايل لي هذا الحكي قبل هالمرة، بس نحن يا مختار عم ننقلهم على مراحل من قرنة لقرنة، لهيك بدنا المسافة تكون قصيرة حتى نحسن نفوتهم على الغوطة. فقلت لحالي بنعمل عنكم محطة كم يوم. اسمع لقلك، رح أأمن لك شهادة وفاة باسم واحد وكل شيء نظامي، ورح أعطيك كمان سحلية بتحطوا سلاح بالسحلية وبتزبطوا جنازة، ومستعد كمان أأمن لك قبر بالشيخ رسلان، بتحطوا سلاح بالقبر وبتسحبوا سرسقة شوي ورا شوي. أنا أبو رعد، خدي الغراض يا أختي. يسلم إيديك أخي، مفضل والله. الفضل لله، ومن بعده للناس اللي إيدها للخير وقلبها من الله. الله يجزيهم الخير، بس أخي مو لازم نعرف مين هدول الناس. أنت بس ادعيلهم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو أنا معمي على قلبي من الولاويل اللي برا، وبدي خلص خلاص ما عاد عندي خلق، مسكت هيك طاسة مي سخنة ودلقت علي سخنة مثل جنة بالحمرة، قومت إيده اليسار اندلقت برات المغتسل.